أخبار اليوم. أنا ممكن توقيت على أفلام الأستاذ حسين، لأن الراحل العظيم والمنتج الكبير الأستاذ رمسيس نبيل كان أنتج حوالي 27 رواية من روايات الأستاذ حسين اللي أنا بالغ عددها كلها 34 رواية. هتكلم بإسهام شوية عن الأستاذ حسين. الأستاذ حسين كان بيتمتع بحاجة تشد الفرد بالقراءة، اسم الرواية نفسها، يعني بقول لك رائحة الورد والملك لا تشد، العذاب والتصفية تتسع، أنا لا عقل ولا مجنون، روايات تشد الناس والروايات هي نفسها صورة بتتحدث عن الحدث. سيد حسين كان في بداية كل فيلم له أسلوب معين، يعني في فيلم أختي قال من كان منكم بلا خطيئة. أتمنى أن يكون بصحبتنا الكاتب الأستاذ مصطفى الحرة، لأن هو قدر تجربة القطاع العام وكان دراماتورج أو مسؤول عن المعالجات، أحد المسؤولين عن كتابة المعالجات الدرامية في مؤسسة القطاع العام. عندما كانت الدولة تنتج أفلام وعندما كانت لدينا خطة حقيقية للنهوض بالسينما، ولما كان عندنا مسؤولين مثقفين بجد واعيين بأهمية دور الثقافة وكيف يمكن أن يسهم الأدب المصري في الارتقاء بالفيلم المصري. استمرت فترة الحقيقة شهدت عشرات الأعمال لكبار الكتاب وغزارة شديدة جدا في تواجد نجيب محفوظ وحسين عبد القدوس وفتحي غالي وكل أدباء الأجيال الكبيرة والأجيال نقدر نقول الجيل الثاني من أدباء المصريين في الفترة. أنا أجهزة الإعلام وأجهزة الثقافة ولو أعرف أنها متكاملة، وأنا عملت كويسة مركز قومي للسينما وكيل وزارة الثقافة لفترة، هي كانت فترة عصيبة في حياتي، لأن كل طموحاتي وكل أحلامي كانت تتكسر فعلا في مواجهة مؤسسات تسعى إلى محبة كل مجهولين أن يفعل أي شيء في هذا البلد. يعني مش ما فيش حاجة اسمها ثقافة تشتغل وقتها. زي ما تقول وزارة المالية تدري أن وزارة الثقافة هي وزارة مختلفة ووزارة ليها طبع مختلف وإنها ليها أهداف استراتيجية مهمة في هذه الدولة، يبقى ما ينفعش. إذا كان الجهاز المركزي للمحاسبات لا يعلم أن هذه الوزارة عليها أن تفعل أشياء تختلف عما يفعله الفريق، ما ينفعش. كما يحدث من علاقات الحب والكرم قد يختلف وقد يتصالحوا وقد يتخاصموا، لكن العلاقه النهارده بالذات وبعد اكثر من 150 سنه في السينما و 250 سنه روايه اصبحت حتميه واصبحت علاقه يعني لا يمكن اصلا ان نضع اسمها في كل المجالات العالميه، لاننا لما نفكر في كتب وترجعها نلاقيها مثلا 20-30 ألف نسخة بكتير، في مقابل إن الفيلم بتاعه يشوفوا ملايين. ولذلك فعلا لحسن حظنا إن السينما عملت أفلام كتير قوي للأستاذ الراحل نجيب محفوظ ويوسف إدريس ويوسف السباعي ومجموعة كلها. العلاقة قوية جدا رغم إن هناك فروق كبيرة ما بين ممكن تفتحه ممكن نقرب المايك او نفتحه.